أكثر من 30 سنة ديال الاشتغال في الساحة الفنية، أقمت مجموعة معارض الصعيد الوطني. هذا التيم تقريبا 8 سنين وأنا كنشتغل عليه، رؤية مزدوجة. هو نبات تقريبا مشروع ضخم كنت كنشتغل عليه اللي للأسف باقي ما كملش مشروع المسيرة الأخرى. كنشكروا لا غالوري ديال مسيو برونو اللي باتفاق مع أوتيل سوفيتيل اللي كيساهموا في تنمية الثقافة في بلادنا سميتو في مدينة مراكش، وعندهم غيرة على الفن بصفة عامة.